امبارح المنتخب المغربي تعادل مع المنتخب الكوت ديفواري في ابيجان. واش هذا هو الاداء اللي كان كيتسنى الجمهور المغربي؟ واش هذا هو الاداء ديال رابع العالم بعد ما خرجنا من المونديال مرفوعين الراس؟ واش هذا الاداء اللي غيرضى عليه الجمهور المغربي خاصه على المدرب وليد الركراوي؟ المهم الاخوان، هذه الاسئله وغيرها غادي تشاهدوها في هذا الفيديو، خليكم معنا. المغرب بعد ما جاء من كاس العالم وهو الرابع، بعد ما فاز على البرازيل مباراة ودية، بعد ما فاز على بوركينا فاسو بأداء أقل من مشرف، واش هذا هو الأداء اللي غيمكن ولا هذا هو المنتخب اللي غنقدروا نمشيو به لكأس إفريقيا ونربحوا به كأس إفريقيا؟ لأن الطموح ديال الجمهور هو الفوز دائما، لأن ملي كيكون عندك منتخب كيوصل للرابعة في العالم اللي ما وصلوش أي منتخب عربي إفريقي عبر التاريخ، راه ضروري كيكون الجمهور كيتسنى واحد المنتخب اللي خصو يربح دائما وفي كل المباريات، وخاصه في هذا كاس افريقيا. هذا كاس افريقيا الجاي غادي يتنظم على الاراضي ديال ابيجان الكوت ديفوار، اللي المنتخب المغربي والجمهور ديالو كامل عنده واحد الاحساس وعنده واحد الامل ان المنتخب المغربي يفوز بهذا كاس افريقيا. الاخوان، المنتخب المغربي دابا حاليا كيحتل المركز 13 عالميا قبل المنتخب الالماني المانشافت او الماكينات الالمانيه. تصوروا معايا، المانيا بالقدر ديالها وبالبطوله ديالها البوندسليغا وبجميع اللعابه الكبار وفرق كبيره مثل البايرن ميونيخ كنسبقوها في الترتيب العالمي ديال لافيفا وكنحتلوا 13 وهي كتحتل 15. ولكن اليوم المنتخب المغربي الا كنتي كتتبع المباريات ديال كره القدم وكنتي كتفهم شي شويه في الاداء والتاكتيك اللي كيكون في المباريات، فاكيد انه ما عجبكش اللقاء ديال الكوت ديفوار، لان الطريقه باش لعب المنتخب المغربي الطريقه ما عندها حتى شي تاكتيك، ما كاينش واحد اللعب محكم، ما كاينش سيطره، ما كاينش تنوع في اللعب وبناء في الهجمات من الخلف. الكوت ديفوار سيطر على الماتش صراحه، وخا حنا مغاربه غنقولوا هذه القضيه دي لان ما شفناش ذاك المنتخب اللي حنا كنتسناه. المنتخب المغربي بعد ما دارت القرعه نهار الخميس في العاصمه ساحل العاج اللي هي ابيجان، طاح في المجموعه رقم 8، يعني المجموعه الاخيره واسهل مجموعه في الكاس. صحيح ان المجموعه الاولى ديال الكوت ديفوار اللي كتضم الكوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائيه تعد من اصعب المجموعات، ولكن مجموعه المغرب كانت العكس، اللي كتضم المجموعه ديال المغرب في الجروب اف كتضم المغرب، زامبيا، الكونغو الديمقراطيه وتنزانيا. غنمشيو نحلوا كاملين هذه المجموعه هذه وغنعرفوا ان علاش هي اسهل مجموعه وعلاش ان المنتخب المغربي على الورق يعد هو الاول اللي غادي يتصنف وغادي يطلع للمجموعه، ونقدروا نقولوا علاش لا بتسعود ديال النقاط. لان المنتخب المغربي كما شفتوا كما هضرنا دابا حاليا انه في ترتيب الفيفا كيحتل المركز 13، ولكن الا جينا للتصنيف اللي موراه في هذه المجموعه بطبيعه الحال اللي هي اف، فزامبيا كتحتل 123 عالميا حسب تصنيف الفيفا بطبيعه الحال. اما المنتخب الكونغو الديمقراطيه فكيحتل 223 عالميا. اما تنزانيا فلا تصنيف له لان التصنيف لتحت بزاف، ما نقدرش نقول لك شحال المرتبه بالضبط. لكن الى رجعنا للسنوات مضت فكنلقاو ان هذه المنتخبات رغم انها صغيره وماشي دائما كتفي واحد المستوى عالي، ان ما كنشوفوهاش كتطلع لكاس العالم وما كنشوفوهاش كتنافس على منافسات كبيره، ولكن هي افضل قاريا من المنتخب المغربي، سيرتو هاد جوج منتخبات اللي هضرنا عليهم في الاول، زامبيا والكونغو الديمقراطيه. علاش حسن من المنتخب المغربي كما قلنا سابقا؟ لان الكونغو الديمقراطيه فاز بكاس افريقيا جوج المرات، ايه جوج المرات، اما المنتخب المغربي فاز بها مره واحده. اما بالنسبه لزامبيا ففاز بكاس افريقيا ثلاثه د المرات، ايه ثلاثه د المرات، لان زامبيا هي اللي في هذه المجموعه اكبر منتخب فايز بكاس افريقيا من بين المنتخبات الاربعه. المغرب هو المرتبه الثالثه من حيث الرباح بكاس افريقيا، لان الكونغو الديمقراطيه كما قلنا جوج، زامبيا ثلاثه، والمغرب واحد. زامبيا هذا هو المنتخب اللي كان كيشرف عليه المدرب المغربي السابق ايرفي رونار، اللي كان فاز معاه بكاس افريقيا سنه 1996. المهم الاخوان، هادشي كامل الا جينا نحلوا المنتخب المغربي كمنتخب شارك في كاس العالم وحقق المفاجاه من مجموعه صعيبه، حتى هاد المجموعه ديال كاس افريقيا كنظن ما غتكونش سهله، لان كل غادي يبقى يضرب الحساب والف حساب للمنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي كما شفتوا
كل شيء في الانظار ديال العالم كيعتبره وكيضرب له الف حساب لانه جاي من المركز الرابع عالميا وماشي اي مرتبه، المرتبه الرابعه في العالم يعني كمنتخبات كبيره عالميه، فين كانجلترا وفين كمنتخبات كبار اللي كتعد لهم العده كايطاليا هولندا وفرنسا وما الى غير ذلك. يعني المغرب اربعه، المركز رقم اربعه ماشي اي منتخب كيحصل عليه في العالم. داكشي علاش ان ملي غننزلوا لكاس افريقيا وهاد المغامره ان المنتخبات الصغيره خاصه كتنزانيا ولا زامبيا او الكونغو الديمقراطيه فغادي تلعب باش غادي تحصل اي نتيجه ايجابيه من هذا المنتخب خاصه المنتخب المغربي. داكشي علاش وليد الركراكي كيخصو يوجد الترسانه ديالو، واللي دابا راه عنده واحد الفرصه عظيمه لان عنده بزاف ديال اللاعبين كيلعبوا في اوروبا وعلى مستوى عالي، اضافه الى ان الامتياز اللي عنده دابا هو الفوز الاخير ديال المنتخب الاولمبي بكاس افريقيا للمنتخبات الاولمبيه، وعنده بزاف ديال اللاعبين اللي يمكن يختارهم ويطلعهم ويمزجهم مع اللاعبين ديال اوروبا المحترفين كاشرف حكيمي والمزراوي وما الى ذلك من اللاعبين اللي عندهم خبره في كاس العالم اللي فات وصلوا للمركز الرابع عالمي. المهم الاخوان، نتوما شنو كتشوفوا، كيفاش كتشوفوا المنتخب المغربي غادي يواجه او لا غادي يمشي في هاد كاس افريقيا؟ واش يقدر فعلا الطموح ديال الجمهور يكون صحيح ونديو هاد كاس افريقيا وعلى الاقل نوصلوا للفينال، ولا كتشوفوا ان المنتخبات الافريقيه صعيبه وصعيبه بزاف ماشي هي المنتخبات الاوروبيه والعالميه؟ لان المنتخبات الافريقيه عندها واحد القوه بدنيه هائله وكتدافع تقريبا ب 10 لاعبين. المهم نتوما غنخلي لكم اختيار وكلكم جاوبوني في الكومنتير شنو كيبان لكم في المنتخب المغربي وكاي مدى يقدر يمشي في كاس افريقيا المقبله بابيجان.